مرحبا. بالرغم من كل الظروف الصعبة يلي عم تمرق على بلدنا، دايما ببرهن اللبناني انه ما بيتأثر وقادر يكون عنوان للنجاح والتألق والإبداع. اليوم ضيفنا خير مثال انه مش كل شباب لبنان يأسنين ومبنجين امام مواقع التواصل الاجتماعي. فريان الحايك ابن 17 سنة بس قدر يستغل هالمنصات تيقدم مضمون مميز مرح وهادف، وهو معنا اليوم تيقلنا كيف صار عنده أكثر من مليون متابع تينقلنا طاقة إيجابية شبابية وأكيد تيعطينا أمل. أهلا وسهلا فيك ريان بأم تي في ألاي فقرة في أمل. مش الحال ريان، مثل ما قلت بالمقدمة عندك أكثر من مليون متابع، بس عم نحكي إنستغرام عدا عن غير منصات. بس الأشخاص يلي منا كتير أكتب على السوشيال ميديا وما بتعرفك، عرفنا شوي عن حالك. أنا اسمي ريان حايك، عمري 17 سنة، بعدني بتعلم أنا بالترمينال، وصار لي بلوجر أو مثل ما بيسموا انفلونسر 5 سنين على السوشيال ميديا، وهلا هسادس السنة على السوشيال ميديا وبنزل فوني فيديوز، وعندي برنامج كمان بستضيف فيهم ضيوف، هلا كمان رح نحكي ستيفسين صحفيين فنانين وهيك. يعني انت عم تقول انت بالترمينال، يعني عمرك 17، يعني اليوم كان عندك مدرسه؟ اليوم عندي مدرسه، يعني تهربان هلا. هلا ما بنشجع التلاميذ انه يجوا على استوديو ام تي في، بس انت اليوم استثنائيه. ريان قلت انه بتنزل فاني فيديوز ويمكن بهالطريقه انشهرت، بس اليوم كثير من الناس، يعني السوشيال ميديا صار بلاتفورم فيه كثير اشخاص عم ينزلوا نفس المحتوى تقريبا، ليه الناس هالقد حبتك وتفاعلت معك وصار عندك هالقد متابعين؟ صراحة أنا ما بعرف، يمكن لأنه من أنا بلشت صار لي زمان، يعني بلشت وقت ما كانوا هالقد العالم أكتف على السوشيال ميديا، يعني من 5 6 سنين العالم ما كانت كتير أكتف خصوصا على انستغرام، يقعدوا يحضروا بلوجرز وهيك، فأنا بلشت من وقتها. سو يعني كثير عالم، قد كان عمرك 12 سنة؟ يعني كان عمري 12 سنة لما بلشت. مزبوط، يمكن هذا الشيء خلى العالم تحبك وتستخدمك. يمكن لأنه كنت صغير وهيك كنت أعمل يعني قصص كتير ريليتبل، وجرب قد ما فيي أنه أكون مثل الناس وأعمل مثلهم، فإنه لهلا هالقد صار في متابعين. يعني نقول إنه الفيديوز اللي بتنزلهم هن أشياء بتمرق معنا بحياتنا اليومية، مهضومة بتعملها بطريقة هيك ساخرة على مهضومة. أنت مثل ما ذكرت أنه إضافة لها الفيديوز كمان عملت برنامج، برنامجين على مواقع التواصل الاجتماعي، برنامج منهم على يوتيوب، استضافت فيه public figures، شخصيات من مختلف المجالات، سياسيين، فنانين، إعلاميين. واللي ميز هالبرامج خلينا نقول أنه الحوار كان كتير هيك بلا كفوف، حوار بلا ما تقول مع علي الوزير، سعادة النايب، بتستضيف الشخص بتحكي باسمه، بتسأله كل الأسئلة يلي على بالك بطريقة كتير مهضومة وعفوية. خبرنا أول شيء ليه قررت تعمل برامج وأنت اليوم منك صحافة تلميذ، وشو ضافوا على حياتك؟ قررت اعمل هيك، اول شيء بلشت على الانستغرام، عملت برنامج هونيك، عملت 30 حلقه مع 30 ضيوف، كل يوم كان في معي ضيف، كان كمان مع نواب كمان فنانين وهيك، عملت كل يوم يعني قد ايش انت بتعرفي انه انت بتحلي بتعرفي تعمل اعداد وزيت الوقت كانوا كلهم على الساعه 7:30 بالليل، سو كانت كثير صعبه علي، بس كثير حبيتها. مثل ما كنت عم تقولي وقتها ما كنت، وانا اصلا ما هلا ماني دارس صحافه وما عندي شهاده صحافه، بس انه بالنهايه هذا الشيء انا بحبه وراح ادرسه، ومش كل الصحفيه والاعلاميه اللي هلا على التي في مش كلهم دارسين سين وما عنده شهادة. مزبوط، هن مزبوط، هن عادوا يمكن موهبة أو هن بحبوا يقدموا هذا الشيء وناس حبون. فالتاني برنامج قررت أعمله إنه يكون خلاص مصور باستديو مع ناس مع كرو عمل كبير وهيك، ومش هالحال، وكمان صورت 20 حلقة مع 20 ضيف، كمان كان في سياسيين صحفية إعلامية كتير كمان كانوا، وفنانين أكيد. حلو، وأنت كنت عم تعمل الأعداد، تدبر الضيوف، تعمل ريسيرش عنه، تحضر الاسئله، إيه، كل التفاصيل. كان كل شيء، انا كنت عن جد كنت كثير اتعب، خصوصا انه بالبرنامج كنت يعني اذا كان معي سياسه ما كثير فوت معه بالسياسه، يعني جرب انه شوف وجه ثاني. مزبوط، نشوف غير القصص الشخصيه، كمان فوت على شخصه يعني تنعرف اكثر عن عائلته، نعرف اكثر يعني مش بس هو كشو بيشتغل او شو بيعمل، كمان بحب انه اعرف اعرف عن عائلته، وحتى يلي بيحضر بيعرف انه كل السياسيين وكل حتى الفنانين جبت عائلتهم، يعني كانوا يجوا يعملوا سربرايز، وكانوا هيك انه كان شيء كثير مهضوم وحلو، لان العالم ما يعني عاده يعني ما بينتظروا. مزبوط، ما بيشوفوا هذا الشيء، واول مره بيكونوا بيطلعوا، فبيشوفون عن جد بوجه ثاني لو اذا هن عن جد سياسيين وما بيتابعون بالسياسه. شو اكتشفت عن هيك بعض الضيوف؟ يعني نحن بنشوفهم مثل ما قلت بصوره فورمال على تي في، مثلا سياسه بصوره الجده، الفنان كمان يعني بطريقه معينه بيطلعوا، بس انت شو اكتشفت عنهم تحت الهواء؟
هلا في كثير اشخاص هيك ثلاث ارباعهم اصلا كانوا بنشوفهم على التي في سيريس، وحتى النواب يعني يشوفهم انه سيريس، وقلت انه رح يجوا على الحلقه كثير نحكي سياسه وهيك. بالعكس يمكن اهضم الحلقات كانوا مع سياسيين، لانه العالم عن جد ما توقعوا انه هالقد يكونوا مهضومين، وهالقد انه اصلا ما يمكن ما توقعوا انه اوصل لهم او اعمل انترفيو معهم على هذا العمر وعلى البلاتفورمز اللي منا اون تي في. هن يمكن انجا بيطلعوا على اون تي في، فانه كثير هيك كان حلو، والعالم هيك انه ولو شو عم يعمل ريان كيف قبله اصلا يطلع معه. مظبوط انه العالم هيك انصدمت شوي، خصوصا انه في كم ديف حتى فنانين او اعلاميه انه اوف ريان انه صار لهم كذا سنه يمكن ما بيقبلوا يطلعوا ولا على تي في ولا على شيء، قبله بس معك ليه؟ ليه؟ هذا السؤال ليه؟ ما بتعرف. لا عن جد، لانه مثلا بكون بنكون قاعدين وهيك او بكون بدق لهم انه خلص نحن حبيناك، خلص اوكي رح نعمل انترفيو معك، فانه هيك انه اوكي ميرسي. عرفت يعني خبرتنا العصفورة انه في حدا كثير بيتاخر اجى بعد التصوير بساعه ونص. ايه مارك داو، نايب مارك داو تاخر ساعه، يعني هو اجى نحن كان المفروض نفل كثير تاخر على التصوير، بس انه ما عليه يعني كانت حلقه كثير حلوه كثير مهضومه، اجى خيه واجى اولاده اولاد خيه يعني، وحكينا كثير قصص مهضومه كانت كثير حلقه حلوه. كيف كانت رده فعل الناس مع هالنوع من البرامج؟ حبوا الناس يعني، اول شيء انصدموا خصوصا انه لما طلع سياسي بيجوا اكثر شيء عالم من ضيعته اللي بيكونوا اصلا معودين عليه بالطريقه الشوي فورمال، لانه ما بيكونوا كثير كلوز معه. مثلا مايك داو كنا عم نحكي عنه، هو بنشوف، فالعالم بنشوف ما كثير يمكن بيعرفوا له مايك، بيعرفوا بس انه كنايب او كانه بده يمثلهم، فلما كانوا كلهم يجوا يحضروا الحلقه كلهم انه اوف انه مايك طلع بطريقه حلوه غير العالم غير كل اللبنانيه، لانه العالم من ضيعته بيكون يمكن عندهم انه نقطه ضعف عليه لانه هو نايب منطقتهم، فانه يطلعوا حتى يكتبوا بالكومنتس انه انت مين، اول شيء اول سؤال انه انت مين، ثاني شيء كثير حلو الحلقه، فانه هيك انه يعني عم بيقولوا له انت مين بطريقه بوزيتيف انه انت مين حبيناك يعني. هيدا البرامج اللي عم تقدمون، هالفيديوهات المهضومه اللي عم تنزلونها على السوشيال ميديا، خلوك تفكر شو بدك تعمل بالمستقبل؟ حابب تكمل صحافه او تمثيل؟ هلا انا اول شيء بحب التمثيل، يعني غير الصحافه والاعلام انا اصلا بحب التمثيل، واخذ كثير كورسز بالتمثيل مع كثير اساتذه. ممكن فوت دبل ميجر مثلا اخراج وتمثيل مع يعني اوديو فيزيوال مع اعلام او صحافه، بس انه بعدنا يعني اذا مش الاثنين بعدنا محتار اي واحدة بدنا نقي اكثر. حلو، عرفت انه اليوم اجاك كثير عروضات ان كان اعلام محلي او اقليمي تتكون مقدم برامج تي في وراديو، شو جديدك؟ شو بننتظر منك قريبا؟ لا صراحه انا ما بعرف شو بدي يعني، بس بدي اقطع السنة. مزبوط، مش عارف وين بدي اروح بعد، اذا بدي اروح بلبنان او لبرا او راديو او تي في او سوشيال ميديا، لانه كمان عرض علي يكون مقدم برنامج سوشيال ميديا، عن جد صراحه ما بعرف، لانه هيك ضايع شوي، وانا بدي بس اعرف انا شو بدي، يعني انا وين بدي فوت اكثر، بالاعلام بدي خلص اقبل معهم، او بدي فوت بالتمثيل كمان شوي بعيد عن هذا الموضوع احسن ما ناسي حطوني بخانه انه انت بس مقدم برامج. لا انه مع انه انا بحب كثير التمثيل، ويمكن يكون عندي كذا موهبه ما بعرف بعد ما اكتشفنا. اصلا عم نلاحظ انه في كثير اعلاميات او اعلاميين كمان بيكونوا مزبوط مثل. مش غلط. ريان مثل ما ذكرت انه انت عندك اكثر من مليون متابع، وشيء حلو يلي انت عم تعمله انك عم تستفيد من هالمتابعين، مش تنشهر كرمال شيء خاص لك، انما تتقدم لهم محتوى او مهضوم تتغير لهم جو او محتوى هادف. وتنأكد على هذا الشيء هو حمله التوعيه اللي عملتها بالتعاون مع جريده النهار ضد التنمر، خصوصا اليوم يعني نحن مع بدايه العام الدراسي، اهميه الاضاءه على هالموضوع لانه يمكن اغلبيه الاولاد بيتعرضوا للتنمر بالمدرسه. رح نحضر الفيديو يلي عملتوه ونرجع نحكي عنه. انت ناصح ما بتعرف تركض، انت سمرة لازم تنطفي الارض، انت مثل البنات، انت صابر، انت قد البرمية، انت هبلة ما لك عازة، انت فاشل، انت شيت بالغلط، انت مجنون، تمشي مثل البقرة، انت تبنوك اهلك، انت بشعة، انت مزعجة، انت ثقيلة وانت كذابة، انت كسلانة، روحي العبي مع الصغار، انت كتير قصيرة، نحن ما بنحبك، اطلع من الفريق، لك وقت انت كتير طويلة، لو بتزبطي وجهك وبتشيلي الحبوب عنه شعرك مثل السيفة، انت غريب، انت ويرد، أنا صار معي كمان كذا أشياء بس ما بدي أقولهم. بكلمة تأذي شخص، بس بكلمة تانية فيك تفرحه. تغيير ببلش بكلمة. تغيير ببلش بكلمة، هيدا هي الحملة اللي عملتها مع جريدة النهار ضد التنمر. كيف طلعت الفكرة؟ ليه هالكولابوريشن بينك وبين النهار؟ هلا انا طلعت اول شيء بالفكره كان بدي انفذها لوحدي، بعدين قلت انه خليني اتواصل مع حدا كمان عنده كثير عالم وكثير بيتابعوه، خصوصا من غير الاعمار اللي متابعيني عنده على البيج. سو دغري حكيت مع ميشيل تويني واتفقنا انا وياها انه هي كثير ساعدتني كمان
فوت مع جريده النهار دغري تعاملنا وكان كثير حلو عن جد التعامل مع بعض. كان مزبوط كان موضوع مهم وكلنا كنا محمسين كمل تنزل الحمله وصار جايبه اكثر من 3 مليون مشاهده عندي وعندهم بوقت كثير قصير مزبوط بثلاث ايام فكثير عن جد الفيدباكس كثير بوزيتيف. حتى اذا بتشوفوا قد ايه في فنانين واعلاميه عن جد من برات لبنان من كل عن جد من كل العالم العربي كلهم عملوا لها شير يعني هالقد كان ناس حابينهم يدوا على الموضوع بس مش عارفين كيف. صح وهو موضوع كثير مهم واليوم الاهميه يمكن انه ريان قدم هالموضوع لانه انت قلت لك بمقابله بجريده انه انت تعرضت للتنمر انت وصغير واليوم يمكن دورك تقول انه بالرغم من هالاصوات المتنمره الناس ما تتحطم او تنأذى انه ريان مشروع واضح قدامنا انه الانسان بيقدر يكبر يحقق طموحاته واحلامه ويوصل لمحلات كثير حلوه حتى لو حدا تعرض انه تنمر عليه. مزبوط هلا كان عندي لقاء مع تقريبا 600 700 تلميذ هلا هلا من نص ساعه اليوم مشروعك كثير حلو كثير مشروع هلا خلي المدرسه تعرف ما بقى بفوت بس كان عندي لقاء مع تقريبا 600 700 تلميذ كان لقاء كثير حلو مع انه كثير تلبكت بس انه كان شيء كثير حلو احكي مع 700 شخص قدامي ومن كذا مدرسه وحتى كمان اذا بدك من كذا عمر يعني من 18 17 16 فكنت عم احكي معهم كلهم وكان شيء كثير حلو انه هيك كمان خبرهم شوي عني مع انه بيعرفوني بس خبرهم شوي اكثر عن البولينج وقال لهم كيف فيهم عن جد انه يوصلوا بلا ما يردوا على حكي الناس انه ما حيوصل اذا ردوا. هذا الاهميه اليوم انه نستغل شهرتنا للخير العام ولخدمه الآخرين. أنت اليوم كشاب لبناني ليه هالقد بتحب لبنان ومقرر تصمد هون؟ ما عندك بلان أنه أنا بدي أتخرج وهاجر بدي أبقى بهالأرض بدي أنجح بهالأرض؟ لأنه بالنهاية أنا لبناني وكلنا لبنانية وإذا نحن فلينا من لبنان مين حيضل؟ يعني إذا نحن كلنا جيل هلا قررنا خلص بدنا نسافر مش مصدقين كيف تجي الفيزا أو يجي الأوكي أنه على جامعة كرمال نسافر خلص منضل برا ومنأسس عائلة برا طيب مين حيضل بلبنان؟ يا ريت الكل بيفكر هيدا سؤال فانه بدي انه كمان انه اكيد ما حدا يفقد الامل بعرف انه يمكن هلا عم نقطع بفتره كثير صعبه وكل العالم مش قادره تتحمل ويمكن بعد تصير اصعب ان شاء الله لا بس يمكن تصير اصعب مش هيك نحن ما لازم نفقد الامل نفوت على معلن نفوت على جامعه بلبنان معلن نتعلم بلبنان او نسافر نرجع نجي بس لانه بالنهايه هيدا بلدنا مزبوط هيدا بلدنا ولازم نحن نكفي يعني اذا نحن ما كفينا مين حيكفي هو طعم النجاح اصلا حلو بالواحد ببلده وبين ناسه وبين اهله حلو انك عم بتفكر انا شو قادر اعطي بلدي مش بلدي شو قادر يعطيني بالرغم من هالظروف بدي ابقى تا نجاحي هيك يتكلل بها اكيد بضل مع العائله مع الناس اللي انا بحبهم اللي من بلدي كمان مش من غربه يعني شو بتقول بالختام هيك كلمه فيها امل فيها بوزيتيفيتي انت شخص هيك مفعم بالحياه لكل الاشخاص يلي عم يحتاروك خصوصا للاشخاص يلي من جيلك يلي فاقدين الامل يمكن بسبب الوضع العام او بسبب حياتهم الخاصه مثل ما قلت تعرض لبولينج مشاكل شخصيه حياه لموضوع انه بالنهايه كلنا بنعرف اذا الشخص بحط شيء براسه رح يوصل له كلنا سو كلنا لازم نعمل عن جد اللي نحن بدنا اياه وما نرد يعني بعرف انه يمكن هلا الوضع صعب ومش قادرين يمكن يعملوا يلي هن بدهم اياه ان كان يمكن يفوتوا على جامعه ان كان يمكن يعملوا برنامج اذا هن حابين يمكن ما معهم ينجوا برنامج بس انه بالنهايه كله ببلش اذا بدنا من البيت اذا عن جد بدنا رح نوصل فمش اكيد مش سهله بس انه مانا صعبه اذا عن جد بدنا بنقدر نحقق يلي بدنا نوصل له وانت خير مثال انه من الصفر من عمر 12 سنه مزبوط. يمكن بزيرو كوست شفت شو بدك لحقت احلامك وطموحاتك وبلشت تشتغل عليهم اليوم صار عندك سبونسرشيب صار عندك دعايات صرت قادر كمان تطلع مردود مادي بهالعمر من ورا الشيء اللي بتحبه وعم بتفيد الناس بشغلك اكيد صح شو بتوعدنا ريان شو الاشياء اللي هيك ننتظرها منك او بتوعد المشاهدين انه رح تشتغل عليها هلا يمكن صارت هيك شوي انه اصعب علي وصار في ضغط اكثر علي لانه مثل ما كنت عم تقولي في اكثر من مليون شخص متابعني اذا مش اكثر من 3 ملايين على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعي حتى الفيورز والعالم والانترفيوز اللي طلعت فيهم بهيدي الفتره كثير صاروا كثار والعالم كلها صارت انه ناطره عن جد ريان حيك شو بده يعمل فانا هيك انه صعب علي كمان انه اكون عم اقدم شيء منه بالمستوى اللي العالم متوقعينه مزبوط فرح اجرب قد ما في اكيد ضل بذات المستوى واكثر ودائما اقدم شيء حلو وما ارجع اعيد حالي واهم شيء انه الواحد يستمر بشيء جديد وما ياخذ افكار غيره وهيك نضل كلنا على ذات المستوى مع بعض يعني نحن بدنا نشكرك كثير لحضورك معنا بهالفقره بدنا نقول انه عن جد نفتخر فيك شاب لبناني صغير قادر يعمل كل هالنجاحات اليوم
اهم المشاهير عاملين لك فولو بتابعوك بيحطوا لك كومنت، بنشوف صفحتك قد ايه هيك حلوه وكبيره وبتكبر القلب. يعني شاب لبناني منه يأسين، منه ملتهي بالسوشيال ميديا او بالالعاب الالكترونيه، عم بيخطط لمستقبله، عم بيبني مهنته يوم بعد يوم. واكيد مع شباب مثلك هالقد بحبوا لبنان وهالقد بدهم يشتغلوا على حالهم، مستقبلنا بالف خير ان شاء الله. ثانك يو لك وثانك يو لكل فريق العمل والام تي في. ثانك يو مشاهدين، على هون بنوصل لختام فقرتنا، ملتقانا بجدد الأسبوع اللي جاي من هلأ لوقتها. ما تنسوا دايما في أمل.